هو أعتقد أن الأحداث ما زالت تشير إلى أن التحالف الروسي الإيراني قابل لمزيد من التوثيق، وواضح أن مسألة الدرونز والصواريخ الباليستية هي المراد بها أصلا إزعاج الولايات المتحدة والناتو. هذا جزء من التصعيد، عندما يصل التصعيد الآن إلى ما كان يعتبره الرئيس بايدن أمرا مستبعدا جدا، وهو منظومة الباتريوت، والآن يدفع بباتريوت وصواريخ ثاد، منظومة ثاد. لاحظ، هذه نفس المنظومات اللي كانت موجودة في السعودية لحمايتها من قصف الحوثي. فلا تشير الأمور أبدا إلى أي نوع من التراجع. هناك تصعيد بالضغوط، هذه الضغوط مستمرة. لا يمكن أن ننكر أن الدبلوماسية الإيرانية، بصرف النظر عن الموقف من إيران ومن والنظام ملالي، ولكن الدبلوماسية واضح أنها تحقق أهدافها بعيدا عن أي ضغوط اقتصادية أو عسكرية أمريكية. الآن إلى أي مدى ستحتمل هذه الضغوط؟ ربما يتم الطلق على حلقات ضعيفة لا تستطيع إيران مواجهتها، وأعني بذلك الداخل. إذا عادت وتيرة الاغتيالات في العمق الإيراني والأعمال التي وصفت بنوع من التخريب الذي تقوده عناصر من الاستخبارات أو عملاء لها في الداخل الإيراني، مع تنامي وتيرة الضغط الشعبي بمعنى المظاهرات في إيران، هذا الأمر لا تستطيع إيران أن تواجهه إلا بنوع من الرضوخ إلى منطقة التفاوض، لأنها لا تستطيع أن تعمل أي عمل انتقامي بتصعيد الصراع وفتح جبهات أخرى، بمعنى أنها لا تستطيع ولم تقم بذلك أبدا في ضرب إسرائيل، حتى لو حاولت أن تفجر الوضع الداخلي في بعض الساحات العربية ومن ضمنها لبنان التي ما زالت عاجزة عن تشكيل حكومة حتى الآن. هذا الموضوع قد ينقلب عليها، لأنه قد يتحول إلى استياء شعبي لبناني يضغط على الوضع تخسر حزب الله. بمعنى، هذه الضغوط هي سيف ذو حدين. كذلك بالنسبة للعراق، يعني واضح كان من كلمة الرئيس رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر البحر الميت بغداد 2، كان التأكيد مرة أخرى بأنه نائب النفس، لا نريد أي تحالفات، لا نريد أن تكون الساحة العراقية حربا لأي طرف أو تحالف ضد أي طرف آخر. حتى وزير الخارجية الإيرانية عزيزي في مؤتمر البحر الميت مرة أخرى بغداد 2 كان يميل إلى نبرة تصالحية فيها نوع من التهدئة. فأستبعد، أنا شخصيا أستبعد أي تصعيد عسكري، لا بالعكس تماما، قد يؤدي الأمور إلى نوع من التوطئة لخيار السلام. وخيار السلام لاحظ أنه مطروح أوكرانيا حتى، يعني زيلنسكي بالرغم من كل التعبيرات التي فيها شيء من الاستفزاز لشخصنة العداء للرئيس بوتين عندما قال بوت إن، والطائرات الأوكرانية وكيف التعامل مع الصواريخ الروسية، استخدم كلمة يفهم منها أنها تعبير غير لائق، لكنه لم يستخدمه لا بالكونغرس ولا بالبيت الأبيض. كل هذا لم يمنع من القول بأن هناك خطة سلام معروضة. هذه الخطة لم نعلم حتى الآن التفاصيل الخاصة بها، ولكن 100% لا يمكن إلا وأن تشمل نوع من الوفاق الإقليمي، والذي سيكون من عنوانه إيران.